أدانت ابتدائية الدار البيضاء مؤخرا اليوتوبر المغربية الشهيرة بلقب أم مهاب بالحبس النافذ بتهمة إهانة رجال الدرك وعدم الامتثال. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن زجرية عين السبع قررت حبس أم مهاب شهرين نافذين مع أداء غرامة مالية. وأشارت ذات المصادر إلى أن وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء كان قد قرر قبل شهر إيداع أم مهاب بالمركب السجني عين السبع عكاشة رهن التحقيق في الاتهامات المنسوبة لها. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل شهر مقطع فيديو تظهر من خلاله المسمات أم مهاب وهي تتطاول على رجال الدرك وتقوم بتوجيه السباب لهم رفقة شقيقتها التي هددت بالانتحار في حالة استمرت العناصر في القيام بمهامها في تحرير مخالفة مرورية. ولقي الفيديو استهجان مواقع التواصل الاجتماعي الذين أدى إلى تدخل السلطات العمومية وتوقيف المعنية بالأمر بسبب طيشها وابتلائها على عناصر الدرك الملكي وإهانتهم أمام مزاولة عملهم، وهو ما تم بعد ذلك بفتح تحقيق مع المتهم وشقيقتها وإدانتهم بالسجن النافذ. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.